مشاهدي قناة مغارب نيوز، مرحبا بكم في هذا البث المباشر. يعني سد قضائي بمنطقة عين دياب بقيادة يعني والي أمن الدار البيضاء. كما كتشوفوا يعني مدينة الدار البيضاء كبار البراز كتواجد مدينة الدار البيضاء الناس المنطقة عين دياب بيداز كيتجمع يعني مشاهدي قناة مغارب نيوز، كيف ما كتشوفوا احنا مازال في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. يعني هذه واحد السد قضائي من اكبر البراجات كيف ما كنقولوا هنا في منطقة عين دياب، يعني بقيادة والي امن الجهة. مخفر الشرطة السياحية هنا بمنطقة عين دياب.
تمام. رايك تصور شو العمل؟ كيف ما كتشوفوا يعني مشاهدي قناه مغارب نيوز، هنا استعدادات امنيه لاي Good one.